خلينا بقى نبدأ ونتكلم، لأن امبارح خلاص كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر حرص أنه هو يوجه رسالة للاعبين قبل انطلاق المعسكر. يعني كان تويتر كده ولقت رواج كبير على السوشيال ميديا، هو قال تحديدا كده على صفحته الرسمية عشان يشجع ويحفز اللعيبة قبل بداية الاستعداد طبعا لمواجهة السنغال يوم 25 و 29 مارس حسب بقى إن شاء الله تأهل للمونديال. تويتر كانت مضمونها كده كالتالي: يا رفاق، سرنا طريقا طويلا وصولا وصعبا للوصول لتلك الفرصة المستحقة، نعرف التحدي الذي سنواجهه، لا مجال للأسف أو الانتظار للغد، مع الشجاعة وعمل الفريق الذكي يمكننا الطيران ولا شيء سيكون مستحيلا. هو كمان أضاف: علينا أن نحقق الإنجاز في الوقت المناسب بروعة وشجاعة وفخر وجعل كل الأمور ممكنة، نعتمد عليكم ونثق بكم، حظا جيدا يا رفاق. ده الكلام اللي كان اعتقد رائع وفي تحفيز الى حد كبير. كانت الناس بتشتكي ان كارلوس كيروش من المدربين يا كريم الفنيين او المديرين الفنيين اللي هو ما عندوش الحته قوي او مش من اللي بيهتم قوي بالشق النفسي للاعبين، هو براكتيكال قوي، هو ما حتى دي بيحلها لبقيه يعني او المساعدين معاه، لكن فكره برضو تويتر زي دي ربما هي ليها رسائل ضمنيه جيده جدا. اعتقد برضو مؤخرا احنا سمعنا في كواليس كتيره جدا في حديث مع اللعيبه الاهتمام شويه من كارلوس كيروش بالشق النفسي، لان ده يمكن ليه اثر كبير جدا الفتره اللي فاتت، وناس كتير كانت بتنصح كارلوس كيروش. لو حضراتكم فاكرين وقلنا الكلام ده اول ما انضم لمنتخب مصر، فكره هنا الشق النفسي، احنا كعرب برضو بنختلف الى حد ما عن الاجانب، حتى لو انت تتعامل مع محترفين برضو طبيعتنا مختلفه شويه، الشق النفسي والكلام التحفيزي طبعا بيفرق بشكل كبير جدا.